سعادة السيد أحمد هاشم الصغير، وأقدم المتحدث التالي السيد فهد طويلة، رئيس جمعية الرخاء، الجمعية التي تأسست في عام 1997 كجمعية أردنية تخدم رجال الأعمال، عدد أعضائها يربو عن 300 عضو. فليتفضل السيد فهد رئيس مجلس الإدارة. مشكورا. سعادة العين الدكتور طلال أبو غزالة راعي هذا اللقاء، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية الأستاذ أحمد هاشم الصغير، رئيس منتدى الأعمال الفلسطيني الدكتور أبو عبيدة حافظ، رئيس منطقة الأعمال الفلسطيني الدكتور طلال البو، السيدات والسادة الحضور الكرام، إنه ليشرفني أن أقف متحدثا إليكم باسمي واسم جمعية الرخاء لرجال الأعمال الأردنية التي كان لنا شرف المشاركة مع رجال أعمال آخرين في تأسيس ملتقى رجال الأعمال الأردني الفلسطيني. في البداية أود أن أضع بين أيديكم نبذة عن جمعية الرخاء لرجال الأعمال التي تأسست في عام 1997 في عمان لتضم نخبة من رجالات هذا البلد في القطاع الاقتصادي والذين طلقت همومهم وآمالهم للنهوض بالقطاع التجاري والصناعي والخدمي في أردننا الحبيب وللمساهمة في ربط اقتصاد الأردن بالكفاءات والمساهمات المخلصة. فنحن رابطة اقتصادية تسعى لتوحيد جهود رجال الأعمال وتطوير استثماراتها وتوجيه خبراتنا وطاقاتنا للمساهمة في بناء غد مشرق لأردننا الحبيب، ولنكون لبنة صالحة ونموذجا يحتذى في خدمة المجتمع الأردني خاصة والإنساني عموما. نحن نسعى لأن تكون جمعيتنا مركزا معلوماتيا يقصده القاصي والداني للبحث عن أي فرص استثمارية داخل الأردن أو للحصول على المعلومات اللازمة عن أي شأن اقتصادي. السيدات والسادة الأفاضل، يتسم الاقتصاد الأردني في هيكله الرئيسي بالسمات النمطية للاقتصاد الصغير المفتوح، الأمر الذي جعله شديد التأثر بالضغوط والتقلبات التي تفد إليه من دول العالم. وتشير مسيرة الاقتصاد الأردني المعاصر بالفعل إلى وضوح تلك السمة الرئيسية فيه، لا سيما وأنه يقع جغرافيا وسط العالم العربي وفي بؤرة التحولات، مما جعله مرآة صادقة للتطورات التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط سواء كان ذلك في أوقات الرواج أو الكساد. يمثل الاستثمار ركيزة أساسية هامة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينسجم مصالح الأردن العليا ويحقق له الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني. ولقد أولى الأردن الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية فيه اهتماما خاصا باعتباره ركنا أساسيا لتحقيق الأهداف التنموية وعاملا يدعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. بعد هذا الموجز عن الاستثمار في الأردن، لا بد من أن نشير إلى أن للأردن علاقات مميزة وفريدة مع الجانب الفلسطيني، حيث أن الأردن كان المحطة الأولى التي وضع فيها رجال الأعمال الفلسطينيين رحالهم بعد نكبة 48 ونكسة 67 وما تلاها من حملات تهجير قام بها الاحتلال الصهيوني تجاه أهلنا في فلسطين. ومرد هذا الاهتمام من رجال الأعمال الفلسطينيين عدة أمور، أهمها أولا عمق العلاقة الاجتماعية التي تربط الأردنيين بالفلسطينيين، ثانيا قرب المسافة بين الأردن والفلسطين وفلسطين حيث يشكل كل منهما امتدادا طبيعيا للآخر، ثالثا المناخ الاستثماري الجاذب في الأردن، رابعا ميزة الاستقرار الأمني التي يتمتع بها الأردن والحمد لله، حيث أن أول ما يبحث عنه المال هو الأمن. وقد ساهم رجال الأعمال الفلسطينيين مساهمة فاعلة في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن من خلال المشاركة العملية في كثير من أعمال التطوير ولجان العمل التي ساهمت في رفعة القطاع الاقتصادي في الأردن. من هنا يتحتم علينا في هذا اللقاء أن نبحث عن الأسس الكفيلة لتعظيم هذه الإنجازات وأن نعمل على تذليل ما يعترضنا من صعوبات لنصل إلى تكامل حقيقي وفعال بين التوأمين الأردني والفلسطيني. لهذا فإنني أقترح على هذا اللقاء ما يلي: أولا أن يكون رجال الأعمال الأردنيين والفلسطينيين مثالا يحتذى في ترجمة التوأمة بين هذين الشعبين من خلال شراكات فاعلة وعميقة بينهما. ثانيا أن نخطط ونعمل على زيادة مذكرات التفاهم وتوقيع اتفاقيات التعاون المشترك بين كل مؤسسة عامة وخاصة ومثيلتها في كلا البلدين. ثالثا لا ننسى مؤسسات أهلنا في فلسطين 48 الذين وقعوا فريسة التذويب الصهيوني والمقاطعة العربية لكل ما هو من إنتاج فلسطيني
من أراضي 48 دون التفريق بين ما هو عربيا خالصا وبين من تلوث بالمكر اليهودي. رابعا، إن كل الحكومات وأحيانا الإعلام يتهم القطاع الاقتصادي بكثير من التهم الباطلة من التغول والاحتكار وسوء الاستغلال. لذا فإنني أتوجه من هذا المنبر إلى جميع رجال الأعمال الأردنيين والفلسطينيين بأن يكون اليد الرحيمة التي تمسح على كل طفل يتيم وترعى كل عجوز امتحنها الدهر وتساهم في سد عوز الفقير والمحتاج من أهلنا في فلسطين على امتداد مساحتها من طبرية إلى غزة هاشم ومن البحر إلى النهر. خامسا، لا ننسى القدس ومقدساتنا وما يحتاجه منا من ابتكار وسائل دعم متجددة دوما أمام الحيل اليومية التي يبتكرها عدونا المتغطرس للاستيلاء على مقدساتنا من المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وقبة الصخرة. في الختام، أتمنى لكم جميعا أن يوفقكم الله لكل خير وأن يجعل كل عمل لكم في ميزان أعمالكم وأن يجمع بين كل مهاجري وأنصاري من الأردن وفلسطين على كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتدى الأعمال الفلسطيني منظمة مستقلة غير ربحية تجمع رجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات الفلسطيني. المنتدى متواجد في أكثر من 25 دولة وعدد أعضائه يربو عن 1000 عضو في الشتات الفلسطيني كما ذكر. سعادة الدكتور أبو عبيدة حافظ رئيس مجلس إدارة منتدى الأعمال الفلسطيني هو المتحدث التالي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة شجعني أستاذنا الأخ طلال أبو غزالة أن أخرج عن النص كما خرج بطبيعته عن النص، أخرج عن نص الورقة التي حضرت لألقيها على مسامعكم الكريم. فستحدث بطلاقة وستحدث بما بي يعني جاش في صدري من هذه الكلمات الطيبات إن شاء الله. لا يسعني في البداية لأن أرحب أولا بالسعادة العين طلال الغزالة ونشكره على استضافة هذا الملتقى الذي كان برعاية كريمة من ملتقى الفلسطيني الأردني للأعمال ويمثله هو الدكتور طلال البو، وبمشاركة كريمة من جمعية الرخاء ويمثلها هنا الأخ الكريم فهد طويلة الذي انتخب رئيسا لها منذ أشهر قليلة. ثم نرحب بكم أيها الضيوف الكرام من رجال الأعمال في الأردن، رجال أعمال فلسطينيين في الشتات، ورجال أعمال فلسطينيين من الداخل خاصة من القدس، ورجال أعمال فلسطينيين في الشتات الفلسطيني في خارج الأردن. ولا يسعني أيضا أن أرحب أيضا ببعض رجال الأعمال السوريين الحاضرين. هنا موجود معنا رئيس منتدى الأعمال السوري الدولي وقد تأسس حديثا أيضا عملا بفكرة تأسيس المنتديات العربية، وهذه الحقيقة فكرة طيبة أن تكون هذه المنتديات هي جامعة لرجال الأعمال العرب الحقيقة وتأطير جهودهم والتشبيك بينهم. منتدى الأعمال الفلسطيني أسس عام 2008 أو ظهر على العلن في العام في 2008 في مؤتمره في أكتوبر 2008، وكان من أهدافه الاستراتيجية حقيقة هو أن يجمع رجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات، أن يكون مظلة جامعة لهم في الشتات الفلسطيني. وتعرفون جميعا الشتات الفلسطيني يوازي عندنا الداخل الفلسطيني تقريبا إن لم يزد إلا قليلا، فكان لزاما أن يكون في هذا الشتات تنوع ويكون في هذا التنوع مجموعة من الأعمال، وعندنا حقيقة قصص ناجحة لعل من أنجحها ويرويها يمكن أستاذنا الفاضل سعادة العين طلال الغزالة عن قصة نجاح هذه المؤسسة التي نحن مستضافون ومتكرمون بالاستضافة لديها، مجموعة طلال الغزالة. وهناك قصص لرجال الأعمال في الشتات ناجحة في كثير من الدول، لعل أذكر بعضها في ختام كلمتي هذه.